اي شيء بيقدر موفق، لا بقضية ولا برسالة ولا بأي شيء أعمله إنه يابا يجيوا يزقفوا العالم عليه إنه يابا إنه أنا جاي حقوق مرأة وحقوق إنسان وحقوق طفل وقضية. كل شخصية بيلعبها إلها متعتها الخاصة، يعني إلها داخلها الخاص، إلها مشاعرها الخاصة. بحس مثل رصيد، يعني رصيد بشيله معي لإلي، يعني لبعدين، بس يعني متعة لإلي إني عم بشوف عم فوت بشخصيات غير بعض وكذا، يبقوا معي كذكريات. يعني يعني أنا لعبت علي علوية وحبودي، والعالم اللي حبتهم كان تحدي بالنسبة لإلي، إنه نحن أساساً عملنا هاي السكتشات لنرجع نشد هاي العالم اللي عم تقع بس على التليفونات، تقعدوا على الكراسي واحضروا مسرح اللي له لذة غير وله إحساس غير وبيوصل غير الكلام. أول شيء كان الوضع كورونا والمصاري ما فيش، وانت شو هيك تيجي تستأجري مسرح؟ يعني يعني لهلا لما في سبونسر اجى كذا، مع نحن من بعض جمعنا، يعني انه نحن ما عم يجينا التليفونات يعني هات لنا نساعدكم، يعني او شيء دولة او الوزارة مثلا، ابو حماد شو بدك تعمل مسرحية؟ مسرح زال، شو خلص زال المسرح، انا ضمن الزوال هلا. فالعالم اللي عم تحضر عم تحضر ضمن الزوال، لنطلع من الزوال عم نحاول نطلع من الزوال، بس نحن زي شو قليلة. انت مسرح مسارح كلها مسكرة بالبلد، بس فاتحين خيم بكيوسكات للأحزاب وقصص.